عايز أقول لك إنه كان في ترنيم في بداية الخليقة. هقرأ لك من سفر أيوب. الله بيكلم أيوب بيقول له: أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. وجود الترنيم في وقت الخليقة له معنى ومغزى مهم قوي. في اللغة العبرية في توازن في تركيب الجملة شعريا ما بين كوكب الصبح مع بني الله وما بين ترنمت مع هتف، لكن للأسف احنا فقدنا جمال التركيبة اللغوية الشعرية في الترجمة. إذا كانت الملائكة رنمت قبل خلق آدم وحواء، فأديه هو مناسب إن احنا نرنم النهاردة. عايز أقول لك كلمة عن أول ترنيمة في الكتاب وآخر ترنيمة في الكتاب. أول ترنيمة في الكتاب بنلاقيها في سفر الخروج 15، بتقول: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدي، وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب. دي كانت تسبيحة موسى اللي لحنها ورنمها مع بنو إسرائيل بعد خلاصهم من مية البحر ومن جيش فرعون. آخر ترنيمة في الكتاب، وده برضو له مغزى مهم قوي، بنلاقيها في سفر الرؤيا، مكتوب: وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. مع ترنيمة موسى هنا بنلاقي ترنيمة الخروف، وفي ترنيمة جديدة بيتكلم عنها في رؤية 5، بيقول: هم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. إحنا لازم نرنم زي ما بشوفنا في أول ترنيمة وفي آخر ترنيمة. الرب هو قوتنا، هو خلاصنا، من مثله معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب، زي أول ما ترنيمة في الكتاب بتقول. وهو كمان وحده قدوس، صنع خلاصنا وذبح واشترانا لله بدمه من كل قبيلة ولسان وشعب، وجعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة زي ما آخر ترنيمة بتقول. خلينا نرنم لعمل المسيح اللي عمله في الماضي واللي بيعمله في الحاضر واللي هيعمله في المستقبل. عمله في الماضي لما خلق، عمله الآن وهو عن يمين الله الأب يشفع فينا، وعمله في الفداء لكل الخليقة في المستقبل.